السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع بداية فصل جديد ودرس جديد ومن دروس المناعة. في بداية الفصل ده بإذن الله في المناعة هنبدأ ان احنا نتكلم عن المناعة في النبات والوسائل المناعية الدفاعية اللي موجودة في النباتات، وازاي النبات عنده المقدرة ان هو يتعامل مع مسببات المرض اللي بتشكل خطورة للنباتات. زي ما تعودنا دايما بفضل ربنا سبحانه وتعالى، الكلام النظري لازم تشوفه عملي، لان دايما كده المعلومة بتبقى اقرب وتبقى ابسط لما انت تشوفها او ان انت تكون متخيلها بطريقة عملية. هنشوف مجموعة من النباتات وهنشوف الوسائل المناعية الدفاعية اللي ممكن تكون النباتات دي بتستخدمها، وهتشوفها بطريقة عملية او ازاي النبات ده عنده المقدرة ان هو يتعامل مع مسببات المرض او الحاجات اللي ممكن تكون بتسبب الخطر والضرر للنبات، وهتشوف اشجار بعينها وهتشوف الوسائل الدفاعية. وهكلمك بعد كده ان وسائل المناعة في النبات بتنقسم لنوعين، نوع يعرف بالمناعة التركيبية او تراكيب موجودة في النبات، من شأن هذه التراكيب ان هي تمنع دخول الكائنات الممرضة او ان هي تمنع انتشار الكائنات الممرضة دي. من أمثلة ليها الأدمة الخارجية والجدار الخلوي، وبعدين هنتكلم بقى على وسائل منها انتفاخ الجدر الخلوية لخلايا البشرة وخلايا تحت البشرة، ونتكلم بقى على الصمغ والفلين، وبعدين نشوف مثلا لو كان الجرح عميق ووصل لنسيج وعائي في النبات، ايه الوسيلة المناعية اللي ممكن يتعامل بيها النبات مع هذا الضرر أو الخطر. وكذلك بنتكلم على حاجة اسمها الحساسية المفرطة وإحاطة خيوط الغزل الفطري بغلاف عازل، وبنشوف إزاي ممكن الأعداء الخطرة أو الحشرات وحيوانات المرعى والفطريات والفيروسات إزاي ممكن هي تكون بتسبب ضرر وخطر للنبات. وبعدين بندرس نوع تاني من المناعة في النبات، والتي تعرف بالمناعة البيوكيميائية، وهي مواد كيميائية تكونها النباتات للتعامل مع مسببات المرض. وهندرس ان في حاجة اسمها المستقبلات، ونعرف ايه المستقبلات ودورها المناعي، وندرس بقى ان في حاجة مهمة جدا بقى اسمها المواد الكيميائية المضادة للكائنات الدقيقة او فيما تعرف بالمواد السامة. ودي اللي بالنسبة لنا هيبقى فيها شرح حلو جدا، او ان انت هتشوف بتجربة عملية واقعية. المواد الكيميائية المضادة للكائنات الدقيقة ما هي إلا المواد الفعالة للنباتات؟ يعني هقولك إن النباتات اللي إحنا بناكلها أو اللي إحنا بنستخدمها بتحتوي على مواد فعالة. المواد الفعالة دي اللي موجودة في النبات اللي هي ليها دور مناعي، كذلك وجودها في النبات كدور تنظيم لعمليات النمو وعمليات الاستطالة وطول النبات. فإحنا هندرس المواد دي وهنتعرف على أمثلة للنباتات والمواد الفعالة اللي موجودة فيها، أو يمكن أنا لما هاجي أشرحها لك بصورة عملية شوية عشان أنقل ليك الخبر، لكن بعد كده لما بنيجي نشرح الكلام المتخصص اللي موجود في كتاب الوزارة بقولك أنت بتحفظ دي، لكن مثلا التعريف ده أو التقديم ده دي حاجة عشان تسهل عليك مذاكرة ومعرفة النباتات أو المواد الفعالة اللي موجودة في النبات أو فيما يعرف بالمواد الكيميائية المضادة للكائنات الدقيقة. ففضل ربنا سبحانه وتعالى تبقى الأمور بسيطة وميسرة معاك، وبإذن الله رب العالمين النبات ما يشكلش مشكلة ليك، لأن أنا عارف إن في عدد كبير دايما من زمايلك يقعد يقولك النبات عامل لي مشكلة، النبات بيضايقني يا دكتور. لكن أوعدك بإذن الله في الجزء اللي جاي أنت هتلاقي إن النبات لأ، حاجة ممتعة، حاجة مسلية، هتبقى مبسوط وأنت بتدرس جزء النبات. عايزك بقى تستبشر كده وتتفائل، عايزك تثق في معية ربنا سبحانه وتعالى الدائمة ليك، عايزك تكون فخور بنفسك بإنجازك بإبداعك بسعيك بمحاولتك، وفي يوم من الأيام هتوصل، وافتكر إن كل مر سيمر، واللحظات الصعبة اللي انت موجود فيها النهاردة هتعدي، وفي يوم هتفتكر كده رغبتك وسعيك لحلمك، وافتكر ربنا سبحانه وتعالى لن يضع في قلبك رغبة الوصول لحلم ويحرمك منه. كل ما عليك انك تكمل المسيرة، تحاول تواصل تكمل، وفي يوم من الايام هتوصل. ويلا على بركة الله نبدأ الرحلة، ويلا بسم الله. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة،
دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام. ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر. صلاة وصيام، وكذلك فرح وسرور. والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا، يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم، يدعو دوما للبر. ومع بداية دراستنا للمواد الفعالة الموجودة في النباتات، ودرسنا إن في معلومة اسمها المواد الكيميائية المضادة للكائنات الدقيقة، واللي هي بتكون عبارة عن مواد سامة. وقلت لك في الواقع المواد السامة دي ما هي إلا المواد الفعالة الموجودة في النباتات، اللي منها إن هي بتكون ليها وظائف مناعية في النبات، ومنها اللي هي بتكون منظمات لعمليات النمو داخل النبات. من الأشجار المشهورة اللي بيكون فيها مادة فعالة مشهورة جدا وليها استخدامات طبية ودوائية مشهورة، زي شجرة الصفصاف. الشجرة اللي موجودة قدامك دي اللي بتكون مزروعة على حواف الترع، وده من أيام الفراعنة، يعني هي شجرة قديمة جدا باستخداماتها الطبية والدوائية. طبعا لما هتدخل الجامعة إن شاء الله احنا بندرس الأشجار دي كدراسة علمية متخصصة بالاسم العلمي بتاعها بموادها الفعالة الكاملة. فالشجرة اللي قدامك دي اللي هي شجرة الصفصاف، والاسم العلمي ليها اسمها سالكس ألبا، فاميلي سالييسي. طبعا ان شاء الله لما تدخل الجامعة، او لو انت كانت دراستك في كلية الصيدلة، طبعا احنا كنا دارسين كمية كبيرة جدا من النباتات دي بأسمائها العلمية والتصنيفات بتاعتها، ودي اللي كانت بتأزم بعض الطلبة من دراسة الأسماء العلمية. يبقى عندنا الشجرة بتاعتنا دي اللي هي شجرة الصفصاف، والاسم العلمي ليها سالكس ألبا فاميلي سالييسي. من أشهر المواد الفعالة اللي موجودة في شجرة الصفصاف هو السلسليك أسيد. السلسليك أسيد وده يعتبر مثال لأمثلة الفينولات أو عديد الفينول، اللي هو أنا هوريك التركيب بتاعه وتعرف إن السلسليك أسيد بيحتوي على مجموعة كربوكسيلة وبيحتوي على الـ OH، فبالتالي يعتبر من مشتقات الأحماض الكربوكسيلية وكذلك من مشتقات الفينولات. السلسليك أسيد اللي هو يعتبر المادة البادئة أو البريكيرزر لصناعة أشهر الأدوية اللي كانت في فترة زمنية محددة كده، وهو السلسليك أسيد أو الأسبرين، اللي كان بيستخدم ولا زال يستخدم، يعني بيستخدم كمضاد للالتهاب ومسكن للألم. وكانت طفرة كبيرة في اكتشافه أو تحضيره كاستخدام مضادات للالتهابات ومسكنات للألم. يبقى أنت عرفت هو مثال لنبات موجود عندنا في الطبيعة يحتوي على مادة فعالة وهي السلسليك أسيد، وليها الاستخدام الطبي اللي هو بيتعامل عليها تفاعل كيميائي اللي هو اسمه أسيتايليشن لتحضير مركب مشهور جدا اللي هو الأسبرين أو الأسيتايل سلسليك أسيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نبدأ بقى نتكلم على نبات بعينه زي نبات التوم، طبعا دي نبتة التوم اللي هي لسه في مراحل النمو بتاعتها، اللي هي بتكون فصوص التوم اللي بتبقى موجودة هنا.
تمام. كنا احنا اتفقنا ان النباتات بتاعتنا بيكون فيها وسيلة مناعية بايوكيميائية، والتي تعرف بالمواد الكيميائية المضادة للكائنات الدقيقة. يهمني تعرف ان المواد الكيميائية المضادة للكائنات الدقيقة ما هي الا المواد الفعالة الخاصة بالنبات. وكنا درسنا من المواد الكيميائية المضادة للكائنات الدقيقة، أو هندرس لو أنت سامع الفيديو ده قبل ما تشوف الدراسة بتاعتهم، أمثلة ليهم الفينولات والجلوكوزايدات، ودي تعرف بالمواد السامة التي تقتل الميكروبات. قلت لك بقى في الواقع أن المواد السامة دي التي تقتل الميكروبات ما هي إلا المواد الفعالة الموجودة في النبات. بعدين ساعتها اتفقنا أن الفينولات في منها ما هو موجود مسبقا، ومنها ما هو يتكون استجابة للعدوى أو الإصابة. فساعتها الطالب كان بيسألني وبيقول يا دكتور، طب يعني أنا دلوقتي الفينولات أنا مش عارف هي، هل الفينولات هتبقى موجودة من الأول ولا تتكون استجابة للعدوى والإصابة؟ قلت له بص، في الواقع الفينولات هي عيلة كبيرة جدا من المركبات الموجودة في النباتات. في بعض أنواع هذه المركبات التي تكون موجودة مسبقا في أي نبات، يعني حاجة فطرية من يوم ما خلق النبات يحتوي على جينات معينة لإنتاج هذه المواد الفعالة. وهناك بعض الأنواع من الفينولات التي سوف يقوم النبات بتكوينها عند تعرضه لنوع من أنواع العدوى والإصابة. فتعال أحكي لك بقى، التوم مثلا غير استخدامه كمادة للطهي والكلام ده كله، إلا أنه ليه دور مناعي كبير جدا، والكلام ده وجد في المخطوطات من أيام الفراعنة أن التوم ليه دور مناعي، حتى أن بنات الأهرامات كانوا بيستخدموا التوم. فتعال أقولك بقى إيه المواد الفعالة اللي هي خلقت وطبيعتها فطرية موجودة في نبات التوم، واللي هي أصلا تعتبر من ضمن المواد الكيميائية المضادة للكائنات الدقيقة، وهي في الواقع مواد فعالة موجودة في التوم، وانت بتاكل التوم عشان المواد الفعالة دي اللي موجودة فيه. يعني اذا المواد الكيميائية دي اللي هي موجودة في التوم هي المادة الفعالة بتاعته، خلاص، اللي هي تعتبر امثلة للفينولات والجلوكوزايدات، وهي مادة سامة للميكروبات، لكن هي ليها دور مناعي للنبات نفسه وليها دور مناعي ليك. يعني مثلا التوم اللي هو الاسم الدارج ليه او الاسم الشعبي ليه اللي هو اسمه الجارليك، لكن احنا دايما زي ما بقول لك لما بندرس الحاجه دي او لما بتدخل الجامعه بتدرسها كدراسه علميه باسم اليوم ساتيفام فاميلي اليسي، يبقى التوم وهو الاليوم ساتيفام فاميلي اليسي اللي هو الاسم الدارج ليه هو باسم الجارليك، بيحتوي على العديد من المواد الفعاله. من اشهر المواد الفعاله اللي موجوده في التوم وانت بتسمعني هي في اللحظه دي ماده اسمها الالين. الماده دي على فكره بتحتوي على الكبريت، بالتالي بتدي التوم الريحه المميزه بتاعته. مادة الألين دي اللي موجودة في التوم وهي مادة كيميائية، طبعا هي مضادة للكائنات الدقيقة، وهي حاجة فطرية موجودة في التوم. مادة الألين دي اللي موجودة في التوم بعد ما انت بتقطع التوم، أول بقى ما المادة دي اللي موجودة داخل خلايا التوم تتعرض لمؤثر خارجي ممثلة في عملية الدج أو طحن التوم، ده بينشط إنزيمات معينة لتحويلها لمادة جديدة اسمها الأليسين. يبقى الألين ده اللي هي مادة فعالة طبيعية فطرية موجودة في التوم، لما تتعرض لمؤثر خارجي زي الدجة أو الكلام ده كله بتدي مادة فعالة تانية اسمها الأليسين. مادة الأليسين دي مادة مهمة جدا لاستخداماتها كمضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ومضادات للأكسدة. المواد مضادات الأكسدة ليها استخدامات مهمة جدا داخل جسمك، اللي هي بتقيك من الإصابة بأمراض السرطان ومشاكل الأعصاب والتوصيلات العصبية، وكمان مهمة جدا لعلاج نزلات البرد. لجنوا في المخطوطات أيام الفراعنة كانوا بيستخدموا التوم ده للعلاجات دي، ده كمان في الحرب العالمية الأولى والتانية كانوا بيستخدموا التوم عشان يغيروا بيه على الجروح. فأنت شايفه مادة نباتية أو نبات موجود عندك بيحتوي بداخله على مادة فعالة موجودة فطريا، لأن أنا لما قلت لك مثلا كل التوم فيه المادة الفعالة دي اللي اسمها مثلا الألين، اللي لما يتدج التوم تتحول لمادة اسمها الأليسين اللي بتقوم بالدور الفعال للتوم، يبقى أنت كده أدركت أن النباتات لما خلقت بيبقى فيها مواد فعالة. خلاص، المواد الفعالة دي وهي المواد الكيميائية
اللي بتكون موجودة مسبقا وبعض المواد الفعالة قد تتكون استجابة لعدوى الإصابة. يبقى أنت كده فهمت الفكرة لما أجي أكلمك بقى على المواد الفعالة اللي موجودة في النباتات. تعال أكلمك بقى على نبات تاني وهي نبات الكزبرة أهي، بس دي طبعا كزبرة لسه ما ربتش الثمار بتاعتها. أهي دي اللي أنت هتشوفها، دي الزهرة بتاعتها، دي الكزبرة هي لسه بتربي الثمرة بتاعتها اللي أنت عارفها. واحكي لك بقى حكايه الكزبره برضه عشان تدرك ان دي كلها نباتات هي فيها مواد فعاله. الكزبره او اللي اسمها الكورياندر لما هتيجي تدرسها ان شاء الله باسمها العلمي في الجامعه بيبقى اسمها كورياندرام ساتيفام فاميلي ابيسي. الكورياندر دي او المعروفه بالكورياندرام ساتيفام بتكون غنيه جدا بالزيوت الطياره او الفولاتايل اويل، ودي حاجه فطريه يعني كل كزبره بتكون متميزه بالريحه الفعاله بتاعتها. ودي مواد زي عديد الفينولات برضو اللي احنا اتكلمنا عليها، المواد الكيميائية الموجودة في النباتات بصورة مسبقة فطرية. يعني مثلا من أمثلة الزيوت الطيارة اللي موجودة فيها بصورة فطرية حاجة اسمها لاينيلول ولايمونين وكامفور وجيرنيول، وكمان بتحتوي على أمثلة لمركبات البوليفينول زي الكوارستين والكامبيفيرول والفانيليك أسيد. طبعا انت عارف ان الكورياندر دي بموادها الفعالة ليها استخدامات مهمة جدا، بتستخدم في حالات المغص، في حالات النوزيا اللي هي الغثيان، في حالات الكونستيبيشن او الامساك. ده غير كمان لاحتوائها على المركبات اللي اسمها عديد الفينولات، دي اللي هي المواد الكيميائيه المضاده او السامه للكائنات الدقيقه بس هي مفيده ليك كانسان. دي بتستخدم كمضادات للاكسده، واي ماده مضاده للاكسده تعتبر مضاده لمرض السرطان. مضادات الاكسده بتحميك وتقيك من الاصابه بمرض السرطان. عندنا كمان مثال تاني زي نبات البصل. نبات البصل اللي هو الأونيون أو الاسم العلمي ليه أليم سيبا فاميلي أمرايلايديسي بيحتوي بقى على عديدات الفينول، مثال عليها مادة اسمها كوارستين. كمان بيحتوي على مركبات تحتوي على عنصر الكبريت، مادة كده اسمها اللايل بروبايل دايسلفايد، وبيحتوي على الكروم. المادة دي مهمة جدا ليك كإنسان، يعني هي طبعا بتبقى مواد فعالة موجودة في النباتات كمواد كيميائية مضادة للكائنات الدقيقة كدور مناعي للنبات، بس انت بتاكل النبات عشان تحصل منه على المادة الفعالة دي. فالمادة الفعالة دي اللي موجودة في البصل اسمها اللايل بروبايل دايسلفايد اللي بتحتوي على الكبريت، دي مهمة جدا في استجابة الخلايا بتاعتك للإنسولين، بتزود السنسيتيفيتي بتاعة الخلايا أو حساسية الخلايا بهرمون الإنسولين. بالإضافة طبعا لاحتواء النباتات دي على الفيتامينز، الفيتامينات اللي هي مهمة جدا لتنشيط الإنزيمات وعمل الإنزيمات، وكذلك البصل أو الثوم أو الكزبرة أو الحاجات دي كلها مهمة جدا للالتهابات وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم. يبقى أنا الفكرة اللي عايزك تعرفها هو النبات لما خلق بيحتوي بداخله على مواد فعالة. المواد الفعالة دي اللي احنا بندرسها كدور مناعي، ودورها المناعي اللي هو مقاومة الكائنات الدقيقة، ده دورها المناعي بالنسبة للنبات. أو قد يكون لها دور في النبات برضو إن هي بتستخدم كحاجة اسمها جروس ريجوليتور اللي هي تنظيم لعمليات النمو الخلوي في النبات. يبقى النبات بيستخدم المواد الفعالة دي كمنظمات للنمو أو دور مناعي، أنت بقى بتاكل النبات عشان تحصل من خلاله على هذه المواد الفعالة. فالواد بيقول لي يا دكتور طب ما المواد الفعاله دي سامه، قلت له يا حبيبي دي سامه للميكروب لكن هي مش سامه للنبات ومش سامه للانسان. كذلك انت تسمع كده ادويه السرطان والحاجات دي كلها في الاصل بيكون ليها اصل نباتي، يعني الحاجات دي كلها بيكون ليها اصل نباتي فوصلت منه. في بعض المركبات ايوه بيتم تحضيرها معمليا كتصنيع حيوي بقى في المعمل بقى او يشوفوا الجينات بتاعتها، لكن في بعض المركبات النباتيه اللي ما بيقدروش ان هم يحضروها معمليا فبيتم الحصول عليها من النباتات. يبقى انت كده فهمت فكره المواد الفعاله الموجوده في النبات ودور النبات في اكساب الانسان مناعه. يعني انت متخيل يعني النبات بيستخدم وسائل مناعيه ليه، والانسان بيتغذى بقى على النبات عشان ممكن ان هو ياخد المناعه من النبات عن طريق ان هو بياخد المواد الفعاله اللي كونها النبات. طبعا شايف هنا في الاوراق دي عليها اهو في غزو بالنسبه لها، ربما ده يكون غزو فطري او كده. شايف انت اهو كمان عايز اوريك خيوط الغزل الفطري اللي هي وسيله مناعيه بيتعامل بيها النبات. شايف هنا طبعا في ربما حشرات اهي بتتطفل على النبات، اهو خيوط الغزل الفطري. قلت لك بقى ان انت بتشوف ان النبات بيكون عليه حاجه عامله زي الخيوط، هي بص
لكن هي في الواقع عبارة عن فطريات، والنبات بيعمل إحاطة لخيوط الغزل الفطري بغلاف عازل لمنع انتشارها لأجزاء النبات الأخرى. هنا بقى في فطر برضه اهو موجود على أوراق النبات دي. طبعا الإنسان بيكون له دور في إكساب النبات مناعة، اللي هو ممكن يستخدم بقى المبيدات عشان يحاول إن هو يقلل من الضرر بتاع الفطريات دي اللي هي ممكن تصيب النبات وتؤدي إلى الضرر بالنسبة للنبات. هوريك بقى حاجة واضحة جدا لخيوط الغزل الفطري، تلاقي كتير تشوف إن نبات بيبقى موجود عليه حاجة زي خيط العنكبوت كده. أنا هحاول أقربها ليك أهي. متمثلة في إحاطة خيوط الغزل الفطري بغلاف عازل. شفت انت كده النبات؟ طبعا هكلمك برضو على نبات تاني من النباتات المشهورة زي نبات الخشخاش اللي هو بيعرف بيه الافيون. نبات الخشخاش طبعا بيبقى فيه برضو مركبات شبيهة بعديد الفينول، وبيبقى فيه برضه عديد الفينول بيركب وبيكون مركب مهم جدا كده اسمه الالكالويد، ده اللي هو بيسموه الاوبيوم، اوبيوم الكالويد، اللي هو بيتفصل منه ماده اسمها المورفين، وده اقوى مسكنات الالم المورفين، اللي هو ممكن يتعامل عليه تفاعل صناعي المورفين ويتحول لحاجه خطيره جدا في القوه والفعاليه بتاعتها اللي بتعرف بيه بالهيروين. فهكلمك بقى في فيديو كده اللي جاي ده في الجزء اللي جاي ان شاء الله عن نبات الخشخاش، واقول لك بقى الثمره بتاعته ازاي هم بيتعاملوا بيها. بس هو النبات ده طبعا بيزرع في باكستان، عشان لما اجي اشرح لك على الفيديو احسن تفتكر ان انا مصور لك فيديو على النبات، لا ده هو مزروع في باكستان يعني. فاشرح لك بقى ازاي بيتعاملوا مع النبات ده وايه الماده الفعاله اللي موجوده فيه، وازاي بيتم التعامل مع الثمره بتاعه نبات الخشخاش، وازاي بيفصلوا منها الماده الفعاله ان شاء الله. اتمنى بفضل الله سبحانه وتعالى تبقى دي بدايه جميله بالنسبه لك، او انطلاقه جديده وانت بتشوف الطبيعه او بتشوف اعجاز وعظمه ربنا سبحانه وتعالى في خلقه، وبتشوف النباتات وكيفيه تعاملها مع الكائنات الممرضه، عشان برضه ان شاء الله لما ندرس بقى المناعه في الانسان برضه تبقى انت مستمتع بدراسه جزء المناعه في الانسان، او تبقى متخيل التراكيب المناعيه في الانسان برضه. فاتمنى لكم من قلبي كل توفيق، وربنا دايما معاكم يا ابطال. كان معاكم دكتور محمد عامر كامل. هذا شغل خانة ولا شغل خانة. هذا هذا خير. عندنا وسيلة مناعية من ضمن الوسائل والمعروفة بالحساسية المفرطة. شايف انت ورقة النبات؟ حيث يقوم النبات بقتل النسيج المصاب. يعني الورقة اهي باجيها اخضر والجزء ده بني. ليه بقى؟ لمنع انتشار الميكروب منه الى اجزاء النبات الاخرى. عندنا امثلة تانية اهي على اوراق فيها حساسية مفرطة اهي. يبقى الحساسية المفرطة يقوم النبات بالتخلص من النسيج المصاب لمنع انتشار الميكروب منه الى اجزاء اخرى. يبقى انت كده شفت الفكرة او ادركت ان دي وسيلة مناعية تقوم بها النباتات. تلاقي الورقة خضرة كده وفيها اجزاء لونها بني، او فيما يعرف بمين يا دكتور؟ بالحساسية المفرطة. ودي وسيلة مناعية تركيبية لمنع انتشار الميكروب استجابة للعدوى او الاصابة.
قد يتعرض النبات للجرح السطحي نتيجة تعدي حيوانات المرعى أو نتيجة تساقط الأوراق أو جمع الثمار. عند تعرض النبات لهذا النوع من الجرح، وهو نوع من أنواع الجرح السطحي نتيجة تساقط الأوراق أو جمع الثمار أو زيادة في السمك، فإن الوسيلة المناعية في هذه الحالة للتعامل مع هذه الجروح وهي الصمغ أو الفلين. وتمتاز تكوين طبقة الفلين بها النباتات أو الأشجار الخشبية، وهي مجموعة من الخلايا الميتة المرسب بداخلها مادة السيوبرين لمنع دخول الميكروب، وهي استجابة مناعية تركيبية لمنع دخول الميكروبات والكائنات الممرضة. يبقى انت شفت كده ان ممكن النبات يتعرض لجرح او قطع سطحي، فلما بيتعرض النبات لجرح او قطع سطحي، الجرح ده اثر له على الأدمة الخارجية او الجدار الخلوي، فبيتعامل بوسيلة مناعية لمنع دخول الميكروب او الكائن الممرض، وهذه الوسيلة المناعية الممثلة في الصمغ أو الفلين، وهي ظاهرة تمتاز بها الأشجار الخشبية.